ولهذا كان من أعظم الواجبات على المؤمن أن يحرص على نجاة نفسه، فإنه لا أحد ينفع، حتى الأنبياء يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي. فالعبد يجب عليه أن يحرص أن ينفع نفسه، فلن ينفعه أحد، لن ينفعه كبير ولا صغير ولا والد ولا والدة، هو لابد أن يحرص على الخير. وأعظم علامات الحرص على الخير العلم، لأن العلم نور الله، أهل النور هم أهل العلم الذين ثبتوا عليه وعلموه وعلموه وحرصوا عليه، وهو البركة الدائمة. قال جل وعلا مخبرا عن قول عيسى ابن مريم عليه السلام في المهد، قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال أهل العلم بالتفسير من السلف وجعلني مباركا يعني معلما للناس الخير أينما كنت، وهذا من أعظم البشرى للعبد أن يكون معلما للناس الخير وداعيا إلى الخير أينما كان.